العماني طالب محمد الكفيل في حياة الماعز بيقول: لست نادما على المشاركة في الفيلم، وهو لا يمثل المجتمع بأكمله. أكد الفنان العماني طالب محمد أنه ليس نادما على مشاركته في فيلم حياة الماعز، واللي أثار الجدل خلال الأيام الماضية، مشددا على أنه أخلص في دوره. وقال طالب محمد في لقاء مع إذاعة هلا اف ام العمانية: قال بالضبط، لست نادما على مشاركتي في العمل أبدا، على العكس أنا سعيد بهذا العمل الكبير والجميل عالميا وفنيا وتقنيا، بعيدا عن الأفكار التي يتحدث عنها غير العقلاء. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.